عندي هون تمر مش معجون تمر، تمر عادي طبيعي. وهذا التمر طبعا هاي رجعته يا عبد الله، طول بالك يا حبيبي علي. تمر طبعا مفروم فرم بالخلاط. هون بنضيف ملعقة واحدة من الزبدة الكمية هاي، والزبدة هون حتعطينا طعم طيب وراح تعطينا تماسك فيما بعد. تمام متفقين؟ تمام. عندي من الورد الأحمر، صراحة ضيفوني إياها في دبي. أها. صراحة كثير عجبتني. فقلت لهم شو مكوناتها؟ لا بدون ما يحكوا لي. أنت ذوقت مكوناتها. طبعا. فعندي هون الورد الأحمر. طبعا بدكم تنظفوه وتشيلوا منه. يا سيدي ورد أصفر. ورد أخضر. كمية منيحة من الورد. طبعا أكيد. وعندي من الفستق الحلبي. الكثير كمان. طبعا ايوه. بعديها نبدا نخلطها حتى تدخل كل المواد بين مع بعضها، التمر مع الزبده مع الورد وفستق الحلبي. طبعا هون فيكم تضيفوا اي شيء بدكم اياه في هاي المرحله، من هيل من قرفه، جوز الطيب، اللي انتم بتحبوه بتلاقوه مناسب. يا عيني يا عيني يا ابو يا عيني. ناخذ مقدار كرة صغيرة يعني، هيو بدينا هيك، بعدين شوية صغيرة بضغطها وبإصبعي نعمل مكان، باخذ شوي من فستق الحلبي. ها طلعوا لها المنظر محلاه، شوفوا المنظر ما أجمله. حط الحبة الثانية جنبها. سمير أمرني. سوري عبد الله، راح اعطيك هوم وورك بكره، مطلوب منك تسوي وصفه 52 حبه من الوصفه هاي. لا عرفت من مين تطلب. عرفت من مين تطلب. بصير اذوق حبه من السياره من اللي هناك؟ لا بدي اعطيك هسه حبه فريش. انا طازه حبه ناول هاي اللي من مطرفه من هون. اللي فيها الورد. اعمل لك اياها سبيشل لك هاي. تمام اعمل لك اياها. انا اشكرك يعني محبة يا سندس. يعني ايش تسوي؟ لسه قاعدين نشرب الموهيتو كمان. شو رايك هيك قليت بندور اعمل لك اياها هسه؟ باي الله يسعدك يا هون. بتحس حالك مغني اوبرالي. تعرف هذا المغني الاوبرالي اللي بيحكوا بمدوهن؟ عرفتها؟ عارفه. غناها محمد هنيدي، مغني اوبرالي طلع محمد هنيدي. لما قال كل ما اقول التوبة ترميني الماكتي. اوبرالي بتمد بال بتمد. تفضل. كيلو تمر منزوع البذور، ربع كوب ورد مجفف، هذا طبعا بيصلح للاكل يعني طبعا، كوب فستق حلبي مجروش، وربع كوب زبده.